الفيبي ماب عبارة عن ايه؟ ببساطة جدا هو أداة تقييم سهلة التنفيذ، خلاص يعني الموضوع سهل جدا 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 جدا. والموضوع مش صعب زي ما الناس متخيلة. الأداة التقييم دي سهلة جدا تقدروا تعملوها. وتاني حاجة ليها إن هي بتقدم معلومات حوالين الاكوزيشن او المكتسبات اللي الطالب عنده، خلاص يعني حاجات اللي هو بصوا الاكوزيشن هي حاجات الموجوده اوكي اللي احنا بنعلمها عشان في الاخر تصبح او تبقى مهاره اوكي. يعني سيم مثلا انا دلوقتي بعلم الطفل ان هو مثلا حاطه من ضمن الحاجات اللي انا بعلمها له ان هو مثلا يستنى، ان هو في بروجرام مثلا عن الويتنج. طب الولد قاعد مثلا معايا خلاص انا ببقى عارفه ان هو الاكوزيشن ده من كتر ما انا بعلمه هيبقى مهاره او هيكتسب دي مهاره. فالاكوزيشن هي الحاجه قبل ما تبقى مهاره، خلاص يبقى هي زي حاجات المكتسبات يعني. طيب ثالث حاجه هو دليل لتطوير وكتابه برامج التدخل. يعني ايه دليل؟ يعني هو بيشتغل كده عامل زي الجايد اللي هو بيفتح لك اماكن او فتح لك جهات، لكن ما هواش برنامج تاخده 1 2 3 4 5 6 ولازم تخلصه. يعني مثلا في بعض البرامج، او على فكره كل البرامج مش بس بيني باب يعتبر ان هو الحاجه دي يعني المختلفه يعني، لا هو كل برامج ما هي الا دلائل، يعني دليل كده عشان تخليك ان انت تعرف تكتب البرنامج التدخل بشكل فعال. يعني مثلا طفل عنده عايز تعلمه مهارة ما، والولد ده مثلا محطوط في البرنامج بتاع الفيدي ما مثلا ان هو يبقى قادر ان هو مثلا يعمل مثلا يكتب كلمة. مثلا عشان يكتب الكلمة دي لازم يكون اوريدي عنده بعض المهارات اللي هو بتاعت العضلات الدقيقة او ازاي ان هو يعملها. فانت ممكن هنا تستخدم برضو اكتيفيتي الثانية في البروجرام بتاعك ان هي تبقى تساعد الطفل ان هو يطور عضلات الدقيقة. فالفكرة هنا ان هو دليل، تمام، يعني هو جايد. وياريت تفتكروا الكلمة دي كويس قوي، ان هو ما هو الا دليل. هو كمان كريتيريان. يعني ايه كريتيريان؟ يعني معيار، حاجه معياريه. المعيار ده معناه ان هو بيحدد لنا الطفل بيعمل ايه في المهام المحدده او الاهداف المحدده عندنا، خلاص. فدايما الاداه المعياريه ديت بتقارن اداء الطفل بنفسه، ما بتقارنش مع الاخرين. يعني هو مش أداة موحدة، هو أداة لكل طفل لوحده كده بياخدها ويبقى أداة فردية ليه، وهو بيدي معلومات فقط عن أداء الفرد وما بيتقارنش أداءه خالص بأي أي حد تاني. طيب إيه الخصائص الرئيسية اللي في ماب؟ أول حاجة إن هو بيحدد المستوى التعليمي للطفل، عارف هو مستوى إيه دلوقتي. بيعمل مقارنة كده تقديرية لمهارات الطفل بالأطفال المكافئين في العمر دي من سن 0 لـ4 سنين. خلينا نقف عند الحتة دي وأفهمكم كل حتة فيه. يعني إيه مقارنة تقديرية؟ أنت لسه بتقولي إن هو أداة معيارية. طب يعني إيه معيارية؟ ويعني هي كده هو بيقارن هو من الناس. الفكرة كلها إن إحنا يبقى عندنا مسطرة، المسطرة دي اللي هو الطفل اللي ما إحنا بنسميه طبيعي، خلاص؟ أو الطفل العادي، الناس بتسميه الطفل العادي. بس خلينا برضو نغير كلمة طفل طبيعي وكلمة طفل عادي بأطفال مكافئين للعمر. يعني طفل عنده سنة وطفل تاني عنده سنة. مفترض الطفل التاني اللي هو التيبيكال دوت اللي هو اللي احنا بنسميه عادي او طبيعي، مفترض بيعمل ايه؟ بيعمل 1 2 3 4 5. فانا متوقع من الطفل اللي هو عنده ASD او ان هو الطفل عنده مشاكل من ضمن المشاكل بتاعته وريفر ايه المشاكل، ان هو يبقى كمان بيقوم بنفس المهارات، خلاص. فهنا المقارنة هي ان احنا عندنا مسطرة، ان احنا نبقى عارفين ان الطفل يعني في السن ده اللي هو اللي احنا بنسميه عادي مفترض بيعمل ايه.
عشان خاطر في الاخر ان احنا نوصل للطفل اللي هو عنده تشخيص ان هو طفل غير عادي، ان هو يوصل بنفس التشخيص ده او يوصل بنفس يعني اقصد المهارات دي. فهي الفكرة ان انا بيبقى عندي مسطرة وبشوف الطفل هو واصل لأنهي حتة او ايه الحاجات المفترض نشتغل عليها عشان يبقى زي ما قلنا يعيش حياة طبيعية او اقرب للطبيعية. طيب خدوا بالكم، احنا زي ما احنا قلنا في الاول ان فيدي ماب ما هو الا اداة يعني تنموية او نمائية، او ان هو مهتم جدا بفكرة الاعمار وفكرة ان الطفل مثلا ان هو ازاي يبقى في مقارنة ما بين الطفل اللي عندنا والطفل المكافئ ليه في السن للمهارات دي. هو الفكرة دي مهتم بيها جدا لما بنوا الفيبي ماب. طيب ثالث حاجة، هو بيأكد على تحديد شكل السلوك ووظيفته. رابع حاجة، بتقييم الverbal operants او اللي هي اللي يعني بالعربي التأثيرات اللغوية او اللي هي الاساس بتطوير مهارات التواصل اللغوي. هذه الاساسية اللي لازم ان هي بنستخدمها عشان نطور مهارات اللغة والتواصل عند الفرد. فقدرة الفرد مثلا على ان هو يطلب حاجة او يسمي حاجة قدامه او يقرر اللي انت بتقوله، او ان هو انت مثلا يبقى في ما بينك وما بينه محادثه صغيره او محادثه طويله، كل الكلام ده كله يعني في الاساس بيخلي الفرد يعيش حياته يعني يعيش حياته بشكل طبيعي. طيب كمان في تقييم المهارات الاخرى المتعلقه بمستويات المهارات اللغه والاداء الاكاديمي. طب ليه مستويات مهارات اللغه؟ ليه الاداء الاكاديمي؟ اتمنى الاداء الاكاديمي. الأداء الأكاديمي مهم جدا لأن هو بيقول لنا إن الطفل ده عنده يعني عنده مشاكل في الأريز 1 2 3 4 5 6، وأنا عايزة أوصله إن هو يبقى زي الطفل الطبيعي خلاص. فدايما حتى في الـ IEP بيبقى فيه حاجتين هم حاطينهم، يعني في الأول خالص كان إحنا بنقول تحديد مستويات القوة والضعف. دلوقتي في أي IEP مكتوبة هتلاقوها إن هي طالبة منكم إن هي الأداء الأكاديمي للطالب شكله إيه أو مستوى التحصيل الدراسي بتاعه شكله إيه، وكمان عن يعني المستوى بتاعه الوظيفي يعني الاثنين. من ضمن خصائص الفيفي ماب إن هو سهل التفسير وسهل جدا إدارة التأثيرات اللغوية بتاعت أو الverbal operants بتاعته، إن أنت ازاي تديرها بشكل بسيط وسهل وان هو متفسر بشكل يعني دقيق.